حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة، والذي نستعرض فيه عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالات الرأي وتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية من المواقع الإخبارية. الإصلاح نت. الإصلاح يعزي في استشهاد السنوار ورفاقه ويجدد موقفه المنحاز للحق الفلسطيني ونضاله المشروع. الصحوة نت. جمرك شحن يضبط 3975 قطعة غيار سلاح كلاشينكوف. الحكومة تطالب بتحرك دولي فاعل للضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفين. نقابة المعلمين تدعو إلى سرعة تحقيق كافة مطالبها المشروعة وتلوح بالتصعيد. المصدر أونلاين. التنظيم الناصري ينعي السنوار ويقول إن السلام لا يمكن أن يسود ما لم تتم إزالة الاحتلال الصهيوني وآثاره عن فلسطين. عقب زيارة إلى واشنطن، كرونبيرغ يجدد دعوته للإفراج عن المختطفين لدى الحوثيين ويشدد على الدعم الدولي لإنهاء الحرب في اليمن. منظمة دولية: سلطات الحوثيين رفعت الضرائب بنسبة 200% خلال عامين بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطافهم. السفارة الأمريكية تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفيها. العاصمة أونلاين. الحكومة تدين الصمت الدولي إزاء جرائم الحوثي بحق المحتفلين بثورة 26 سبتمبر. الحرف 28. المبعوث الأممي يناقش مع مسؤولين أمريكيين سبل تعزيز العملية السياسية في اليمن. يمن ديلي نيوز. الكلية الحربية في عدن مؤسسة عسكرية تؤهل لوطن مجهول. تقرير: صادرات تعز من الأسماك والبصل في 2023 بلغت 28 مليون دولار. يمن مونيتور. اتحاد دولي يطالب الحوثيين بالإفراج على الطائرات اليمنية المحتجزة. مصادر: الرئاسة اليمني يقر هيكلة وزارات الدفاع والقوات النظامية بعد تعثر هيكلة التشكيلات الموازية. المنتصف نت. 13 عاماً من الفشل، جهود السلام بين التشاور والتساهل مع عصابة الحوثي زادت من بؤس اليمنيين وثراء تجاي الحروب. بران بريس. عضو الرئاسي اليمني العرادة والسفير الأمريكي يتفقان على ضرورة الوحدة السياسية لمعالجة التحديات الاقتصادية. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط. جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية. شكاوى من تعسف نقاط التفتيش بين المحافظات. الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن. توقف تصدير النفط والفيضانات فاقم الأزمة. العربي الجديد. مجزرة للاحتلال في بيت لاهيا، 73 شهيدا وعشرات المصابين والمفقودين. القدس العربي. اليمن وأزمة انهيار الريال، ماذا يمكن عمله؟ من عناوين الصحف والمواقع الإخبارية إلى مقالات الرأي والتحليل، وفيها نطلع ما نشره موقع الصحوة نت للكاتب موسى المقطري تحت عنوان السنوار وطريق الحرية. الكاتب في مقاله أكد أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس ليست الأولى من حركات التحرر التي تدفع هذا الثمن الباهظ راضية مختارة، ولن تكون الأخيرة ما دام هناك غاصب أو محتل أو مستبد، موضحا أن ثمن الحرية غال ولا مجال مطلقا للتنازل أو التراجع أو الانكسار حتى تحقيق الهدف المتمثل في تحرير الأرض. ليس بمبرر أبدا للاستغراب أو الصدمة من رحيل السنوار أو غيره من القادة الذين يواجهون الكيان الغاصب، فهذا هو مسلك كل جماعات التحرر قديما وحديثا، ويرتكز هذا المسلك على أن ثمن الحرية غال ولا مجال مطلقا للتنازل أو التراجع أو الانكسار. والثمن ليس فقدان القادة فقط، لكنه يشمل كل الخسائر البشرية والمادية والتي لا تعد خسائر وفق أدبيات ومرجعيات هذه الجماعات التحررية، فقد وطنت نفسها منذ لحظات الرفض الأولى على لبس الأكفان لتحرير الأوطان، واعتاد روادها ومريدوها على أن البكاء في حضرة التضحيات خيانة، والدموع إن سالت على خدود حملة النعوش فهو ضعف لا مبرر له. وتلك هي الميزة التي ضمنت الحرية لكثير من شعوب الأرض. تلك إذن هي عادة كل الجماعات التحررية في العالم أجمع،
بمختلف أديانها وأيديولوجياتها لا تقف لتبكي على من رحل في طريق الحرية ولا يخاف روادها الموت، بل يذهبون إليه راضين مختارين لأنهم يأنفون العيش أذلة ويرفضون الاستسلام والخنوع للمحتل الذي لا تربطه بالأرض صلة. فهو طارئ وهم أصيلون، يقاومون بالرصاص والحجارة والعصي وكل ما تيسر. المهم لديهم ألا يألفون المحتل ولا يألفهم، ولا يتركون عينه لتنام هنيئة هنية، بل يجعلون من حياتهم ومماتهم كابوسا يؤرق لياليه ويربك نهاراته. ليست حماس الأولى من حركات التحرر التي تدفع هذا الثمن الباهظ راضية مختارة، ولن تكون الأخيرة. وما دام هناك غاصب أو محتل أو مستبد فسينبت أحرار ومقاومون يختارون طريق العزة بما فيها من فقد وأوجاع وأهوال، ويبتسمون في وجه الموت فيهابهم عدوهم أحياء وأمواتا. وتتناقل الأجيال الراية حتى تتحرر الأرض وتشرق شمس الحرية بهية ساطعة تلقف ما يأفكون من ظلم وجبروت واستبداد. وتلك سنة كونية مثلها مثل تعاقب الليل والنهار، ليست مختصة بأمة دون أخرى، لكن الفارق إن إرثنا الإسلامي يقدس الشهادة ويرفع من شأن الشهيد الذي تذهب روحه دفاعا عن الكلية الخمس، وأهمها الدين والأرض والعرض. موقع مارب بريس نشر مقالا للكاتب الدكتور محمد جميح تحت عنوان لم تكن المقاومة يوما ما هي المشكلة. الكاتب في مقاله أكد أن إطلاق مصطلح الإرهاب على زعماء المقاومة الفلسطينية من قبل بعض وسائل الإعلام أمر غير مقبول، ولا يمكن فهمه كونهم يناضلون لتحرير وطنهم أو يحصرون كفاحهم على أرضهم ولم ينفذوا أي عمل عسكري خارج حدود الوطن المحتل. لكي لا نسهم في التشويش على معاجم اللغة وموازين القيم، لا يجوز أن نقول عن المقاومة الفلسطينية أنها إرهاب، ولا أن ننسب الاحتلال الإسرائيلي للعالم الحر. ما يجري عار تنفذه وسائل إعلام ليس لديها أدنى قدر من المهنية وتحري الحقيقة، عدا عن أن تلك سياسات تستند للقيم وأخلاقية المهنة والانحياز للضمير. أن تقول دولة الاحتلال الإسرائيلي وداعموها عن زعماء المقاومة الفلسطينية إنهم إرهابيون فهذا أمر يمكن تفهمه، فالمجاهدون الجزائريون إرهابيون لدى فرنسا، وعمر المختار كذلك لدى إيطاليا، وثوار أكتوبر اليمنيون عند المستعمر البريطاني، وكذا الفيتناميون عند الأمريكيين. لا يمكن لقوات احتلال أن تسمي الأشياء بأسمائها، ولا للمستعمر أن يقول عن حركة تحرر إنها مقاومة. هذا أمر متوقع ومفهوم. ما لا يمكن فهمه أن نقول نحن عن قيادات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي إنهم إرهابيون فيما هم يناضلون لتحرير وطنهم ويحصرون كفاحهم على أرضهم ولم ينفذوا أي عمل عسكري خارج الوطن المحتل. إلى صحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. عبد الله السامعي على صفحته بالفيسبوك انتقد موقف البعض من يغيرون مواقفهم من القضية الفلسطينية بناء على موقفه من ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن المعارك المصيرية تتطلب مواقف راسخة، رسوخ الجبال لا تهتز بموقف الآخرين. هناك من ينظر للقضية الفلسطينية من الزاوية التي يريدها الحوثي ويغير موقفه منها استنادا لموقفه من الحوثي. أتساءل فقط كيف ستواجه عدوك وقد جعلته قادرا على تغيير مواقفك من القضايا العادلة وقادرا على التلاعب بمبادئك. المعارك المصيرية تستدعي مواقف راسخة، رسوخ الجبال لا تهتز مهما حاول عدوك التأثير عليك. أما عكس ذلك فأنت تنتظر من عدوك أن يمنحك القوة لتهزيمه، وأي عدو سيفعل ذلك؟ أما حمزة المقالح أشار إلى البطولة التي خلدها الشهيد القائد حي السنوار وهو يدافع عن وطنه وشعبه ويواجه في سبيل ذلك سلاح الغرب بكل ما فيه من تكنولوجيا. قبل أن يغادر قذف وعي الأجيال أن الدنيا عوافي وأن المستعمر واهن وضعيف وكاذب ويمكن هزيمته بسهولة، فهو يعيش على الخيانات والدعاية والتضخيم كما إبليس. سنة وهو يتنقل في مسرع حرب في قطعة من الأرض لا تتجاوز بضع كيلومترات، وكان يقود الحرب تحت غطاء لا محدودة لكل قدرات العالم الغربي التكنولوجية، وبالأخير قتل على بعد 200 متر من موقع عسكري ولم يعرفوا أنهم قتلوه ولم يصلوا إليه.
أما في منصة إكس عبد الرقيب سيف فتح أرجع سبب تعثر كل المبادرات التي تدعو لإنهاء الحرب في اليمن إلى خروجها عن المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنية وقرارات الشرعية الدولية. تعثرت كل المبادرات التي تدعو لإنهاء الحرب في اليمن بسبب خروجها عن المرجعيات الثلاث، مخرجات الحوار الوطني، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، قرارات الشرعية الدولية. اليوم عاد الحديث عن تلك المرجعيات كأساس للحل. الشرعية اليمنية مطالبة بالتمسك بها كونها مصدر قوتها وشرعيتها. صالح البيضاني أكد استحالة حل الأزمة الاقتصادية بمعزل عن إنهاء الانقلاب الحوثي كونه السبب الرئيسي لكل الأزمات في اليمن. السبب الرئيس لانهيار العملية السياسية اليمنية هو الانقلاب الحوثي، يليه الممارسات الحوثية التي ألحقت الضرر بالمنظومة الاقتصادية والمالية وعرضتها للعبث والتخريب. ولا يمكن للحكومة الشرعية حل هذه الأزمة بمعالجات اقتصادية فقط، في حين أن الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار في مجملها سياسية وعسكرية بدأت من هب البنك المركزي في صنعاء ولم تتوقف عند استهداف الميليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط. أما همدان العليه قال أن أكذب كلمة يرددها الحوثي هي مقولته نفسي لكم الفداء، مؤكدا أن الحوثي يردد هذه المقولة وهو يختبئ في الكهف ولا يخرج بين الناس. أكثر عبارة كاذبة يرددها عبد الحوثي هي مقولة نفسي لكم الفداء. هل يوجد أكذب من هذا؟ هذا شخص الذي يختبئ في الكهوف أو بين المدنيين ولا يخرج بين الناس يقول بأنه يفتدي الناس بروحه. أي وقاحة هذه؟ كذب بلا حدود. يدعي بأنه يقاتل دفاعا عن اليمنيين، لكن متى قاتل في الأصل؟ وأي دفاع هذا وهو يدفع بالأطفال والفقراء لجبهات القتال بينما يختبئ هو في الشقوق والثقوب كالحشرات والجرذان. عبد الله المنيفي كشف عن حالة الخوف التي تسيطر على ميليشيا الحوثي نتيجة ما حصل لحزب الله في الأيام الأخيرة. حالة شك وريبة تتلبس الحوثيين من كل شيء بعدما حصل لحزب الله، قطع الصداقات والعلاقات، إتلاف الأجهزة الإلكترونية، التشكك من أجهزة ومنظومة الاتصالات الخاصة. باختصار قلق وهلوسة وشعور بالانكشاف وعدم الثقة حتى فيما بينهم. أما أحمد الحالة أوضح أن وقف الانهيار المخيف للعملة الوطنية يحتاج إلى إدارة وطنية شجاعة تعمل على توقيف عجلة الفساد المالي وإجراء إصلاحات إدارية مع اتخاذ الوسائل الكفيلة بتصدير النفط. الانهيار المخيف للعملة الوطنية أمام العملة الأجنبية يحتاج إلى إرادة وطنية شجاعة تعمل على توقيف عجلة الفساد المالي وإجراء إصلاحات إدارية مع اتخاذ الوسائل الكفيلة بتصدير النفط. فلا يعقل أن تحاصر الشرعية اقتصاديا وتفتح جميع الأبواب للميليشيات الحوثية المتمردة. نجيب غلاب اعتبر الحوثية أكبر خطر يواجه اليمنيين حاضرا ومستقبلا، مؤكدا أنها تجعل من مأساة اليمنيين عقيدة ومبدأ من أجل أطماعها وجشعها وتثبيت عقائدها. الحوثية هي الخطر الجاثم على اليمن حاضرا ومستقبلا، ومهما تعلقت بالشعارات فإن واقعها بكافة تفاصيله أنها من تجعل مأساة اليمنيين عقيدة ومبدأ من أجل أطماعها وجشعها وتثبيت عقائدها، ومآلات ذلك تعذيب اليمنيين وتدمير مستقبلهم، عدوان مركب ضد اليمنيين والسلام مهما حاولوا إخفاء ذلك. المتبقي من الحلقة جولة في رسوم الكاريكاتور. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث الصحافة. إلى الملتقى، دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.